اهلا وسهلا بكم على وقع انتظار العالم لمحادثات جنيف الثالثة واللقاءات التمهيدية التي في أستانة في كازاخستان. يترقب العالم ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه المفاوضات، وهل ستسهم في إيجاد بداية لتصميم مخرج حقيقي للأزمة السورية، خاصة مع التحولات الضخمة التي تشهدها المنطقة. سالم المصرط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية والقاضي جمعة العنزي شركاء النقاش في حلقة الليلة، أهلا وسهلا. مساء الخير. ليش تأخر وفد المعارضة؟ ما وصل إلى أستانة إلى الآن مما تسبب في تأجيل المفاوضات إلى يوم الخميس؟ مساء الخير. أهلاً. شكرا لهذا اللقاء. شكرا. وفد الأستانة شارك في مؤتمر الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، وبنهاية المؤتمر يعني كانوا يعدون أنفسهم للذهاب إلى الأستانة، لكن بانتظار جدول الأعمال لم يصلهم أي جدول. حقيقة دائما نتوخى الحذر في أي دعوة. كنا نذهب إلى جنيف قبل أن يصلنا جدول أعمال ونفاجأ بأمور أخرى. الأستانة هو يعني أمر عسكري، والغاية من الأستانة 2 اللي هو إيجاد الآلية الحقيقية لمراقبة وقف إطلاق النار. نعم، الفروقات يعني غادر من قادة الفصائل إلى هناك، لكن بوفد مصغر. نتمنى أن نأتي بنتيجة، يعني روسيا هي دولة ضامنة لهذه الاتفاقية، وهي داعية للأستانة، يعني هي التي دعت للأستانة، لكن للأسف كانت خروقات من نظام الضامن لم يستطع يعني فعل أي شيء حيال ذلك، والآن يعني نخشى مما يعده النظام في الغوطة الشرقية، يعد النظام لاجتياح للغوطة. ما حصل في وادي بردة، ما حصل في مناطق أخرى من خروقات، لم يتحرك الروس باتجاه ذلك، لكن نتمنى أن يكون لقائهم في الأستانة المفترض يعني يتأجل إلى يوم غد. نتمنى أن يضع يعني حقيقة وقف إطلاق نار، يطبق وقف إطلاق نار، يضع الآلية الحقيقية، ما هي المحاسبة للمخالفات التي تتم. هذا يمهد، إن تم بنجاح يمهد أيضا لنجاح ما ننوي يعني الذهاب إليه في جنيف. يعني الآن ذهاب المعارضة واقف على إرسال الجدول الخاص بالأعمال. هم يعني بالنسبة لهم جدول أعمال مهم، يعني هذا مهم. المفترض أن يصلهم من تركيا، يعني تركيا الطرف الضامن، وهي التي على يعني البلد الذي على تواصل مع فصائل المعارضة. الآن يعني بانتظار هذا الجدول، لم يفصح حتى هذه اللحظة عن الجدول، لكن هم يعرفون ماذا يعني لماذا ذهبوا وماذا سيناقشون هناك. هو الحقيقة الآلية، وضع الآلية ومعرفة يعني العقوبة على من يخالف. طيب، جمعة العنزي عضو مجلس القضاء السوري الحر، الآن خلينا نحكي عن الفعاليات السورية، كيف تستقبل خلينا نقول أداء المعارضة، الاختلاف أحيانا في وجهات النظر اللي وصل إلى أنه ديمستورا يهدد. نعم. يعني هو تهديد طبعا حتى يمكن شوي أخلاقيا يفتقد لجانب أخلاقي، أنه إذا لم تختاروا أنا سأختار. نعم. لكن شلون تراقب الفعاليات السورية، أداء المعارضة ما قبل أستانة وما قبل جنيف 3؟ نعم، مساء الخير أستاذ يحيى لك والسادة مشاهدي روتانا الخليجية. إذا ما تحدثنا عن الأخلاق، فالأخلاق للأسف قد تأتي في مرحلة متأخرة في الأزمة السورية. هذا من ناحية. المعارضة هي كانت دائما انعكاس للواقع السوري على الأرض، والمعارضة تمثلت دائما بكل أطيافها، ولكن مثلت كل أطياف الواقع السوري والقوى الفاعلة على الأرض، ولكن العالم للأسف يرفض الاعتراف بهذا الأمر. والأستاذ سالم يعلم أن مؤتمر الرياض كان نقطة فاصلة في الاستجابة اللي كان العام الماضي. نعم تقريبا. نعم. مؤتمر الأنتر، ها؟ مؤتمر قوى المعارضة والثورة السورية اللي في الرياض العام الماضي. نعم صحيح. كان استجابة للنداءات الدولية في تمثيل كافة الأطياف والمنصات، وهذا تعبير جديد حديثا،
منصة موسكو ومنصة القاهرة، وهناك منذ أيام منصة بيروت. مؤتمر الرياض تمثل فيه كافة المنصات وكافة أطياف المعارضة حتى التي تحسب على نظام هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة والفصائل العسكرية والفصائل السياسية المعتدلة. ورغم ذلك بقي السيد ديمو ستورا ومن معه ومن خلفه يقولون أنكم لا تمثلون كل أطياف المعارضة، يعني أنه أنتم مش مؤثرين في القوى الموجودة على الأرض يعني. هكذا أحد أسباب أحد الأسباب التي يسوقها المجتمع الدولي المتقاعس حقيقة عن نصرة الشعب السوري، وهذا أمر لم يعد يخفى على أحد. طيب نعم سالم، يعني كوفد لم يكن تصريح ديمو ستورا مستفزا للغاية؟ يعني أنا مش من الوفد وشعرت أنه صراحة مستفز يعني نأخذ التصريح يعني من جانبين. الجانب الأول، شوف بعد كلام السياسيين يعني الجانب الأول إذا سمحت لي، لا على العكس والله أنا أتكلم لا الواقع يعني بعيد. لا عادة معك. السياسة فيها نوع من المراوغ، لكن إن شاء الله بعيدين عن هذا. لا أمزح معك. يعني الجانب الأول حقيقة إن كان هذا قصد ديمو ستورا والتهديد والاستفزاز فهذا خروج عن يعني السلوك الدبلوماسي الحقيقي، لكن ربما هو قال هذه الكلمة ليعجل بتشكيل وفد. يعني دائما نأخذ النوايا الحسنة ونترك النوايا الأخرى. حقيقة ما تحدث به ديمو ستورا لم نكن راضين عليه. يعني هذه تشكيل الوفد السوري هي مهمة سورية، وكذلك يعني اقتراح روسيا لدستور أيضا يعني وضع الدستور هو موضوع سوري، يعني لا يفرض على السوريين دستور من الخارج ولا يفرض عليهم وفد لا يمثلهم. الوفد الذي تشكل في اجتماع الهيئة العليا للرياض بوجود الفصائل المشاركة في الأستانة يمثل جميع أطياف المعارضة، نصف هذا الوفد يمثل الفصائل المعتدلة في سوريا وهي غالبيتها، والنصف الآخر يعني يمثل مكونات الشعب السوري لكن اخترنا الكفاءات منها. حقيقة الهيئة العليا فيها من المكونات فيها الكثير. ويعني مؤتمر الرياض هي انبثقت عن مؤتمر الرياض، مؤتمر الرياض المؤتمر حقيقة الوحيد الذي جمع كل أطياف المعارضة عسكرية وسياسية، يعني كانت الكثير من الفصائل بما فيهم يعني أحرار الشام موجودين، لكن تعاملنا يقتصر على الفصائل التي تحمل السلاح دفاعا عن كرامة السوريين وليس الفصائل التي تحمل أجندات طبعاً متشددة خارجية. لذلك لا تعامل مع لا القاعدة ولا مع داعش. الآن شو اسمه تم الاتفاق على أنه محمد علوش هو رئيس الوفد؟ محمد علوش هو رئيس الوفد العسكري في الأستانة، لكن الوفد الذاهب إلى جنيف طبعا هو بإشراف الهيئة العليا للمفاوضات، الهيئة ستكون موجودة هناك. الوفد برئاسة الدكتور نصر الحريري، وكبير المفاوضين هو محمد صبرة. محمد صبرة هو يعني قانوني مطلع على كثير من المهام. مهام يعني تختلف مهام كبير المفاوضين عن مهام رئيس الوفد. رئيس الوفد عبارة عن إشراف على أداء داخل يعني قاعة، لكن من يتولى الملفات والهذه ويوجه باتجاه من يعني يتحدث أو يناقش، لأن الحديث يعني مبني على الملفات التي يحملها كل شخص من هذا الوفد. هم كفاءات حقيقة تم اختيارهم كفاءات. هناك أيضا فريق من 20 شخص مرافق من المستشارين، الفريق يرافقهم في الجولة الأولى 10 وفي الجولة الثانية 10. يعني هي مفاوضات جنيف عبارة عن جولات، لا أريد أن أطيل عليه، لكن هذا هو يعني ما أقول أن الفصائل أو بالأحرى قوى الثورة والمعارضة هي ممثلة في هذا الوفد. الحديث عن منصات القاهرة وموسكو هو طبعا لم نسمعه من الأشخاص أنفسهم في هذه المنصات، لكن نسمعه من دول ومن المبعوث الدولي. هذه تبعث رسالة إشارة استفهام كبيرة، لا نريد من يلتف على مخرجات مؤتمر الرياض
سواء بيان الرياض أو الهيئة العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض. طيب الفعاليات السورية العامة في مختلف القطاعات، هل يعني خلنا نقول هل تعول على هذه الجولات الجديدة من المفاوضات، خاصة إذا ما وضعناها في السياق أنه في تحول عالمي كبير؟ نعم، علينا أن نعود قليلا إلى أستانا واحد ونحن على أبواب أستانا اثنين. كانت أهم مقررات أستانا واحد هي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين. لم يحدث من هذه المقررات شيء. أعتقد 48 ساعة التزمت بعض الفصائل في الغوطة الشرقية، لم يتم وقف إطلاق النار ولا لحظة. اليوم هناك هجوم روسي، أعتقد 30 هجمة روسية حسب ما سمعت على درعا، وروسيا هي الدولة الضامنة ونحن بحاجة إلى ضامن نزيه ومحايد. وش التفسير الروسي لهجوم اليوم؟ لا تفسير لديهم. روسيا تقول نحن نحارب الإرهاب، والإرهاب برأيهم هو كل من يقف ضد النظام. هذا حقيقة واضحة. نتمنى أن تكون روسيا خصم ضامن نزيه ومحايد. أنا قلت خصم وهي للأسف هي خصم، والشعب السوري يراها كذلك. نحن بحاجة إلى ضامن نزيه ومحايد وفاعل. نتمنى أن تطلع روسيا بمهامها كدولة عظمى لها اليد الطولة في المسألة السورية في الوقت الراهن. هذا هو الواقع في ظل انحسار الدور الأمريكي أو وقوف أمريكا كمتفرجة أو كمراقبة كما هي في أستانا، ستحضر بصفة مراقب هي والأردن كما علمت. السوريين يبحثون عن بصيص ضوء، عن ضوء في نهاية النفق، ولو أتى هذا الحل من المريخ لرحبوا به، ولكن الواقع يقول غير ذلك. روسيا لم تلتزم ونظام لم يلتزم، وكل من يسير بركبهم، ولا أهم شيء هو وقف إطلاق النار حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية. المؤتمر أستانا اثنين سيناقش آلية وقف إطلاق النار اللي هي ما صارت ولم تحصل ولن تحصل، ومؤتمر أستانا ثلاث سيفعل ذلك للأسف. الشعب السوري أنهك، الشعب السوري تعب، الشعب السوري حصل له ما لم يحصل لشعب آخر في التاريخ، وأنتم تلاحظون كل يوم، حتى بتنا اعتدنا على مشاهد القتل والدمار مع كل أسف. يعني بالآن بالإضافة لتأخر جدول الأعمال، بعض الأخبار تقول أنه تأخر وفد المعارضة السوري لأنه يريد ضمانات جديدة من موسكو أن لا يكون أستانا اثنين مثل أستانا واحد. زي إيش هالضمانات؟ يعني أستانا واحد يعني كان في مطالب منها وقف إطلاق النار، وهذا أيضا مطالبة بالمعتقلين، منها 13,000 امرأة معتقل لدى النظام. يعني هذا حقيقة عندما لا تستطيع دولة ضامنة اللي صارت له دولة عظمى، واللي منهم اللي صارت لهم مجزرة سجن صيدنايا، في صيدنايا سجن معتقلين صيدنايا. يعني هذه المجزرة اللي يعني اطلعوا عليها، لكن المجازر كثيرة والتصفيات ما توقفت من بداية الثورة يعني قبل ذلك في سوريا. لكن المشكلة أن الوعود شيء والواقع والفعل يعني شيء آخر. روسيا دائما مع إلى جانب هذا النظام. كنا نتمنى أن تكون أن تخطو خطوة باتجاه يعني باتجاه الشعب السوري، أن تكون إلى جانب الشعب السوري. تفاءلنا عندما بدأ يلوح في الأفق بعض خلاف بين روسيا وبين إيران. لو يعني رغم الجرائم التي ارتكبتها روسيا في سوريا، لكن العدو الحقيقي لنا هو إيران. يعني روسيا ربما هي عدو مصالح، لكن إيران هو عدو فكر. عندهم مشروع حاقد، المشروع لن يقف عند حدود سوريا. ونسأل الله يحمي الديرة وهلو يحمي كل هالمكانات هذه. لكن يعني مع الأسف مشروع إيران أكبر من سوريا. لابد من لجم إيران. رأينا في بعض يعني تصرفات أو بعض تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة يعني ربما فعل، لكن نريد أن نرى فعل حقيقة. يعني الإدارة الأمريكية السابقة على مدى 8 سنوات
كانت هناك وعود وكانت مغازلة أكثر من ذلك، مغازلة لإيران على حساب أصدقاء أمريكا الحقيقيين في المنطقة. إيران الآن إيران موجودة في اليمن، موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، العراق لا نقول موجودة، فالعراق أصبح يعني جزء بعد عندنا إيران، كانت يعني دائما تهدد ما ننظر إليه كثقل الأمة العربية والإسلامية. هذه غاية إيران، لكن جعل الله كيدهم بنحرهم. طيب وجود إيران ضمن هذه المفاوضات ألا يمثل إحباطاً للمفاوض السوري وحتى للشعب السوري، ولا لا ممكن نقول أنه هذه الوقائع اللي على الأرض؟ إيران حاولت يعني من أيام جنيف 2 أن تكون في أن تكون يعني طرف راعي مع روسيا وطلبت الحضور، لكن أنا ذاك كان الائتلاف وأنا عضو في الائتلاف الوطني، رفض الائتلاف وجود إيران. حقيقة تراجع الأمين العام للأمم المتحدة عن دعوته لإيران. الآن يعني إيران، وجود إيران هو طبعا بمساندة روسيا. إيران لن تكون طرف ضامن، ولا نقبل أن تكون لا راعي ولا ضامن ولا حتى مراقب في أي اجتماع، لكن ربما الواقع أملى على زملائنا وإخوتنا في الفصائل عندما ترى إلى المعاناة التي يعانون منها ويعاني المدنيين، يعاني منهم من المدنيين يعانون من ما يحصل على الأرض، فسنتجه بأي اتجاه لكن الاتجاه الذي يحفظ كرامة السوريين. طيب أنا برجع لك وباخذ تعليق على الكلام هذا بعد شوي، خذ فاصل. من جديد في الليلة، سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، والقاضي جمعة العنزي رئيس ائتلاف مجلس القضاء السوري الحر. هو المفروض الواحد ما ينسى لأنه على غرار الجيش السوري الحر. أبي تعليقك على الكلام اللي تفضل فيه الأستاذ سالم فيما يتعلق إلى أي درجة وجود إيران يمثل إحباطا، خلنا نقول لمختلف الفعاليات والمراقبين لمفاوضات أستانة. هاي أين هو بالتأكيد يمثل إحباط يعني. الحقيقة إيران والنظام وجهان لعملة واحدة، وأنا أستغرب كيف يتم التفريق بين إيران والنظام. إيران كما احتلت العراق هي الآن تحتل سوريا بكل تفاصيلها، وكما قال الأستاذ سالم روسيا قتلتنا، روسيا عدونا، ولكن عدونا الحقيقي وعدونا اللدود وعدونا التاريخي هو إيران الصفوية. إيران تحمل أجندة عميقة وبعيدة المدى، نعم طائفية في الدرجة الأولى، صح، ومذهبية. فإيران لا يمكن أن تكون طرف ضامن ولا مراقب، إيران هي عدو أولا وأخيرا. أما أن تتحاور مع إيران هذا أمر واقع يمليها الواقع، كما تتحاور مع عدوك وكما يتحاور الفلسطينيون مع الإسرائيليين. إيران لا يمكن أن تكون طرف ضامن، لا يمكن أن تكون طرف محايد، إيران عدو دائم وأزلي ومع كل أسف، وهذا هو ديدنها مع دول الخليج. دائما دول الخليج تمد يدها لإيران وإيران تبادلها بالاختلاق المشاكل والدسائس والمؤامرات، كما دوما كما فعلت في اليمن، كما فعلت في البحرين، كما فعلت في لبنان، كما فعلت في العراق، وكما فعلت في أفغانستان. فكيف لنا، كيف لنا، كيف لي أنا كإنسان عادي كمواطن سوري وشاهد الميليشيات الإيرانية تقتل وتقطع الأوصال وتبخر البطون وبأيدي بكل أسف أحيانا بأيدي يعني ميليشيا حزب الله وبعض الميليشيات العراقية. حزب الله هو، أنا كنت صحفي بأواخر العام 2003 وكنت أغطي من البوكمال إلى شو اسمه حلب، إلى وكنت أشاهد كيف كانت تعامل العائلة السورية مع العراقيين النازحين من الحرب. كنت أشاهد كيف يخرج الرجل وأبناءه أحيانا من البيت يعني. عموما يعني هذا، وحزب الله استقبلناهم حتى في مدينة الرقة ب 2006 اتذكر، استقبلهم هذا اهل الرقة في عام 2006 في الكذبة الكبرى حرب تموز. هذا الموضوع شيء طبيعي، وحتى بعد المحنة محنة السوريين اعتقد السوريين ما تغير طبعا ان شاء الله، لكن نتمنى انه يكون هناك حل عاجل. المعاناة اللي يعانيها السوريين ما أعتقد مرت على شعب أو مرت على دولة للأسف،
باستثناء الدول الشقيقة اللي وقفت معنا ونعتز بوقفتها، لكن بعض الدول الأخرى الفاعلة وصاحبة القرار كانت متفرجة على هذا الشيء. يعني معاناة اللاجئين حقيقة عندما نذكرها دائما يعني تعصرنا قلوبنا بعض الشيء. محنة كبيرة عانوا منها على الحدود، في البحار، في الدول، في دول الشتات التي حصلوا، النزوح داخل سوريا أيضا، الحدائق افترشوا الحدائق في يعني الآن يمرون بشتاء، فعلا شتاء متعب وقاسي، ولا نعلم ما الذي يمكن فعله لهم، لكن سندفع بكل جهد لإنجاح المباحثات المفاوضات السياسية هذه. نأمل أن يعني تكون هناك جدية لدى الدول الراعية أن نرى نتيجة يعني تنهي معاناة الشعب السوري. وش النقاط اللي كل قوى المعارضة تجمع على أنها خطوط حمراء لا يمكن نقاشها أو التنازل فيها؟ أول شيء بعد هذا الثمن الباهظ اللي قدموه السوريين، أكثر من نصف مليون ويمكن العدد أكبر، وحتى نلام أحيانا لما نقول نصف مليون شهيد، العدد أكبر كثير، مغيبين كثير، مفقودين كثير، ونص سوريا مشردة في الخارج، يعني بعد هذا الثمن لا يمكن أن يقبل الشعب السوري بوجود بشار الأسد، لا بمرحلة انتقالية ولا بمستقبل سوريا. بشار ومن اقترف جرائم بحق الشعب السوري حقيقة، هذه من الثوابت الذي نعتمدها ولا نحيد عنها. الشيء الآخر يعني الخطوط الحمراء هي لا يمكن أن يفرض على السوريين شيء من الخارج، وأقصد يعني شيء مشبوه، نعتز بالدول الشقيقة، الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري، لكن دائما يعني على حذر مما يقدم من آخرين ممن هم على صف النظام، يقدم بشكل مسود الدستور، يقدم بشكل مقترح أو حلول. هذه يعني بالنسبة لنا ثوابت الثورة وكرامة السوريين هي خط أحمر بالنسبة لنا. يعني نتمنى أن لا تكون هناك خطوط حمراء أخرى عندما يأتي الأمر إلى مصلحة الشعب السوري باستثناء ما تحدث به. طيب. يعني لا نريد أن نخلق من بقية السوريين أعداء، نحن وجودنا لكل السوريين، وعندما نعارض لا نقف فقط مع من يعارض، بل نقف مع كل السوريين بغض النظر عن المواقف، باستثناء هذا المجرم وعصابته التي طيب يعني الخطوط التي أيضا تراها بقية الفعاليات اللي خارج المعارضة على أنها هي خطوط حمراء، مع العلم أنه الهدف الرئيسي في كل ما تقوم به المعارضة هو الوصول إلى يعني توفير أقل درجات الحماية ثم الدفع بها لتكون الحماية كاملة للسوري والشعب السوري. نعم. إضافة إلى ما ذكر الأستاذ سالم من الخطوط الحمراء المهمة والتي تأتي في سلم الأوليات هي الحفاظ على وحدة التراب السوري ووحدة الأرض السورية التي باتت مهددة. نحن نشاهد الآن قيام بعض الدويلات لم تعد مخططات الآن، هي أصبحت على الأرض واقع. وين تحكي عن الشمال أنت؟ قد يكون هناك في الشمال، وقد يكون هناك في الغرب، وقد يكون هناك في مكان الساحل آخر. نعم. وهناك خطط نقرأ عنها وخطط تم تنفيذها على الأرض في الواقع. إنهاء معاناة الشعب السوري هذا هو المطلب الأول، والتحول إلى نظام ديمقراطي حر يحقق العدالة ويحقق تكافؤ الفرص والمساواة. نعم. وهذا ما خرج لأجله الشعب السوري، مطالب بديهية لدى كل شعوب العالم، أن تحلم بالحرية، أن تحلم بالمساواة، أن تحلم بحرية التعبير، فكيف لنا أن نفرط بهذه الأمور الفطرية التي تعتبر فطرية لدى كل شعوب الأرض؟ حتى في الدول الأفريقية رأينا انتخابات، ورأينا حتى من الطرف أن الرئيس الصومال محمد فرماجو على ما أعتقد في أول خطبة له قال علينا أن نتحد لكي لا تكون الصومال، لكي لا تكون سوريا صومال، لكي لا تكون الصومال سوريا،
وهذا كنا نسمعه منذ 5 سنوات في بداية الحرب السورية. مثل الآن شيء محزن كبير. أليس أنا باقي لي بس دقيقتين معكم ودي آخر؟ لا. أليس يعني بعض الفعاليات السورية رأت أنه النقاش الآن عن الدستور هو نوع من الرفاه حقيقة يعني، وخطوة ليست في وقتها الآن على الإطلاق؟ يعني عادة الدستور يأتي نقاش الدستور ويأتي إعداد الدستور من جمعية تأسيسية تنبثق عن مؤتمر وطني عام. المؤتمر الوطني العام هذا تدعو له هيئة الحكم الانتقالي التي نبحث عنها الآن في جنيف. الخطوة الأولى هو بحث هيئة الحكم الانتقالي عندها، يعني عندها نتحدث عن دستور في جنيف. يعني يتحدث السيد مستورة عن موضوع المرحلة الانتقالية والحكم الانتقالي ودستور وانتخابات. يعني لا يمكن أن تصيغ دستور، يعني هناك ما نتحدث عنه هو إعلان دستوري يحكم الفترة الانتقالية. يعني هذا ربما معرفتي فيه تبقى محدودة، لكن رجال القانون والقضاة هم أدرى بهذه الأمور. هذه اللي تحكم الفترة الانتقالية، لكن مستقبل سوريا يحدده كما أسلفت السوريون يحدد مستقبلهم. صياغة الدستور هناك يعني من الخبراء من السوريين، يعني لا نحتاج أن يأتينا خبير روسي ليكتب لنا دستور يعيش عليه السوريين لسنوات قادمة، لا هذا شيء غير منطقي. موضوع الانتخابات، يعني الآن يعني نبحث، إذا أراد دستور أن نبحث في هذه النقاط، يعني ما الأهمية من بحث انتخابات هذا الوضع يعني. والنظام موجود، يعني عندما يتحدثون عن أن الرئيس أو مقترح الروسي أن الرئيس لا يبقى لفترتين، يعني فترتين أقصى حد، البشار يعني عدلوا عليه أن يترشح 7 سنوات 14 سنة، عدلوا عليه من ليلة ما جابوا أعضاء النواب تجاديش النوم. لكن هذه مشكلة طيب. حقيقة احنا يعني ما نحتاجه في سوريا. أولا هو انتقال سياسي لا وجود لبشار ولا زمرته في هذا الانتقال السياسي ولا في مستقبل سوريا. عنده يتركون الأمر السوريين طيب. قادرين حقيقة. هي نقطة مهمة، بانتهاء هذا النظام هو انتهاء للإرهاب في سوريا، يعني لا يشغل العالم نفسه، قادرين أنه نمحي هذا الإرهاب بسوريا، لكن لا يضربون ويقصفون القوات المعتدة لما هي تجي تحارب الإرهاب. طيب أنا أبي أشكركم شكرا جزيلا، معليش أدركنا الوقت، لكن سنرتب بشكل مستمر لقاءات لمتابعة هذا الملف اللي يعني بالتأكيد كلنا حرص ودعاء ورغبة وتضحية حتى من أجل. فاتنا أن نذكر أن نشكر قناة روتانا ومن خلفها دور المملكة أبداً. العربية السعودية أبداً. حقيقة دور نعول عليه كثيرا بعد الله سبحانه وتعالى. هذا واجب، هذا واجب. شكرا جزيلا سالم جمعة، شكرا جزيلا أستاذ سالم، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا. الملف السوري واحد من الملفات التي ستجد لها مساحة على هذا المنبر وعلى غيره من المنابر، مثلما وجد هذا الملف له مساحة في قرارنا السياسي وفي قلوبنا أيضا حتى ينتهي. الإنسان السوري عرفناه عزيزا وسيظل عزيزا. نصبح على خير.